حسام في غياب دي رئيس النادي الصفاقس لطفي عبد الناظر نشوفوك انت حاضر، وهذا يعتبر الدفع معنوي للاعبي. بالتأكيد هو هذا الهدف الأساسي من نزولي إلى صفاقس اليوم، هو تقديم الدعم المعنوي والمادي للاعبين النادي الرياضي الصفاقسي حتى نسترجع الثقة في أنفسنا ونسترجع النتائج الطيبة واللي وعدنا بها الجمهور واللي تعود بها الجمهور. اليوم لحسن حظ النادي الرياضي الصفاقسي، جمهور النادي الرياضي الصفاقسي تعود بالنتائج الطيبة والإيجابية للنتائج اللي حققناها إلى حد الآن، وبالتالي كان من الواجب أنه ننزل أنا وسي منذر بن عايد اليوم حتى ندعم الهيئة المديرة في غياب الرئيس لمواصلة مشوار البطولة في أحسن الظروف. تعاد معناها ماتش نيول معناها صعب، ماتش معناها كبير كونتر ليتوال، وماتش في بنقردان ما كانش سهل. الحمد لله اليوم ما خيبنا الجمهور اللي جاي ساند فينا، نشكره برشا والحمد لله اللي خلينا معناها فرحناه اليوم وروح فرحان ان شاء الله. الانتصار بعد ثلاثة جولات اللي ما حققش الانتصار يجي على المنافس المباشر اللي هو الترجي الرياضي التونسي اليوم. والله الحمد لله، الحمد لله يا ربي، معناها في بالي عندنا ثلاثة ماتشات ما ربحناش، اليوم حابين نعملوا ريكسيون قدام جمهورنا. الحمد لله يا ربي، معناها فيكتوار جا في وقته، مازالوا الماتشات جايين يكونوا خير، مش نلعبوا للاخر، ما حنمش نسلموا في حد شيء ان شاء الله. ما انت كان كاتبه حاجه تو تصير، وانت الحمد لله يا ربي تشوف اليوم الجمهور من الاول للاخر ساند فينا، معناتها فيكتوار جا في وقته ان شاء الله جاي خير. وكا بارتي والانتصار المهم بعد ثلاثه جولات بدون انتصار سيسيس. ولا كما تعرف معناها بعد العثر اللي عملناه في حامل انف واللي قبل بارتي نيول، جاء اليوم انتصار عاوننا بالكدا. ان شاء الله مازلنا نترو بارتي، ان شاء الله نكملوا نخدموا، ان شاء الله نرجعوا للسيزون اللي صارت اللي مستنسينا عليها ان شاء الله. نتاع اللاعبين الكل مش انتصار نتاع علي معلول برك. اليوم شفنا سي اس اس بوجاخر، سي اس اس عندها كونفي كبيره برشا باش تجيب 3 بوان. الحمد لله جاب 3 بوان مع العوده نتاعي انا، احسن 3 بوان يخلينا نقعدوا مازلنا في الكورس، مازلنا بحظوظنا لاخر جوله، مازال ما تلعب شيء، مازال فما مقابلات صعيبه. ليسونسيال احنا تو نخدموا الماتش بالماتش، خلينا ماتش الترجي اليوم نتويو صراحه نتاع ماتش الترجي، ونخمو في ماتش الكلوب اللي مش باش يكون سهل زادا، ونهديو الانتصار هذا للجماهير نتاعنا اللي وقفت معنا مالغري الباركور تاع ثلاث ماتشات الاخرانيين عملناه خايب. وسيرت في عبد الناظر ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه، وان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. لا وني اون جوي 3 ماتش سون فيكتوار جي في فان سيزون الوغ fallait qu'on arrête cette hémorragie, et l'arrêt de l'hémorragie ça passe à travers la victoire. Avec Lyon on était tous décidés, bal mettre le d'autre, bal notre fait un pass, on était décidés à ce que on se ressaisit, on fait une réaction. Le HGB est la prise de conscience au col pour la balle de la part de mes joueurs fait le début de semaine. Se sont responsabilisés.